تمام. بس خلينا انا ادير فحياتك كم امراه، عندك ام وعندك اخت ايوه وعندك زوجه، ده الكلام اللي بيكتبوه برضو الستات. لا 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 الصفحة. انا بسالك انت امك واختك وعمتك. انا لا كتبت ما قلتش اي حاجه. انا لسه ما انا بقول لحضرتك نفس الكلام ده. لا انا حاسس لسه كده. انت عندك ام واخت ايوه ايوه وزوجه وابنه، مش ملائكه كلهم بنتين. على فكره بنتين. بنتين مش ملائكه كلهم على فكره. طيب يعني فيهم، يعني مش ملائكه، فيهم هذا ملائكه النموذج على الأرض. من المراه. اذا وجهه نظري هي تنطلق من من مبدا واحد، وهو ان ليس هناك ملائكه على الارض. ما حدش قال كده. خلاص تمام. ولما يطلع الستات طول الوقت شيطان الراجل وكأنهم مظلومات، وهذا ليس حقيقي. المرأة ليست مظلومة وليست ضحية. وليست ضحية، هي تجيد تمثيل دور، هي تجيد تمثيل دور الضحية. هي مستبدة جدا، هي نكدية جدا، ده بالتعبير يعني بالبلدي كده بالإطلاق. نكدية عنادية، الندية عند الستات عالية جدا 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 جدا. وانت الندية دي حاجة عيب يعني؟ كلمة قبيحة. الندية، الندية اللي هي ايه؟ الندية اللي هي انا عايزة اقول رأيي وتنفذه سواء صح او غلط وتنفذه. انا زيك بالظبط، انا بتكلم زيك، انا متعلمة زيك بالظبط، انا كمان وجهة نظري لها قيمتها ولها احترامها والكلام دوت لازم تاخده بعين الاعتبار. مش معنى يا ماما ان جوزك سألك على رأيك انه لازم ياخد بيه. افرضي ان انت مثلا تريليلم يترضيله ان هو يبقى تريليلم هو كمان، ما ينفعش. بس احترام رايه. مش حلو، يبقى احنا هنا بقول ايه؟ انا عملتها كوميك مره. اسمع كلام الراجل، اسمع الراجل يسمع كلام مراته بس ما يصدقش كل كلامها وما يعملش كل اللي بتقول عليه. ممكن رايه يبقى احسن من رايك. وارد طبعا، وارد. المعيار مين؟ هو المعيار هنا هو، لان هو اللي في الاول وفي الاخر بيحاسب على قيادته للاسره. صاحب المشاريب طبعا، هو في الاول وفي الاخر اللي بيقود السفينه اللي فيها العيله دي. فالنهارده هو اللي بيبقى قراره قاطع.